صباح الخير مشاهدينا صباح الخير نتالي هاي تينا كيفك اليوم صباح مشي الحال اليوم موضوعنا له علاقه اكيد بالتغذيه وتحديدا خطوره المبيدات اللي نعرف انه ايامات المزارعين بيضطروا يستعملون بزراعه الخضار والفاكهه ولكن كيف هذا الشيء بياثر على صحتنا نتالي وكيف فينا نتفاداه؟ لأنه هذا أهم شيء بالنهاية إنه نقدر نتفادى يمكن هالمبيدات اللي بتأذي الصحة أكيد إذا كانت مش عم تستعمل بطريقة سليمة وهون أنا بتأمل إنه الوزارات المختصة عم تشتغل على الموضوع أنا أكيد إنه عم بتحاول قدر المستطاع إنه تسيطر على كمية المبيدات اللي تستعمل خاصة بالخضرة والفواكه وكمان بالمنتجات الغذائية مثل الحبوب البقوليات اللي بناكلها كمان يمكن بيوصلها هالمواد هي شو هن هالبستسايدز او المبيدات وليش بيستعملوهم اذا بتضر الصحه اكيد وقت اللي بدنا ننتج خضره او فواكه او حتى بدنا نحافظ على الماكولات تيضينوا بطريقه سليمه وما تتكاثر فيهم ان كان الفطريات ان كان البكتيريا او حتى بعض انواع من الفيروسز بحاجه المزارع انه يحط بعض انواع من هالمواد هي ولكن في معايير معينه لازم تحترم كرمالتا الكميه اللي بتوصلنا بالاخر نحن بصحنا ما تكون كثير عاليه. هلا شو خطورتها هالمبيدات اذا اخذناها وهي مفعوله لازم نعرف انه مفعوله تراكمي يعني اذا انا كل يوم اخذت كمية بعض أنواع المبيدات مش كلهم أكيد الجسم بخليهم ومع الوقت ممكن هيدا أنه يؤدي لمشاكل صحية منها بعض أنواع من المشاكل الجلد بعض أنواع من مشاكل الشرايين حتى بعض أنواع من السرطان مشان هيك مهم كتير انه نعرف شو لازم ننتبه على شو هن اكيد المأكولات اللي كيف لازم نتعامل معها كرمالتها هالمبيدات اذا كانت موجوده ما كتير توصلنا بالنهايه باكلنا. كل المزروعات نتالي بتحمل نفس كميه المبيدات يلي اكيد بتنتقل لنا بنفس النسبه؟ اكيد لا يعني لكل منتج غذائي يعني البندوره مش مثل الخيار مش مثل الملفوف والحشرات مثلا اللي بتتكاثر على الملفوف مش هي ذاتها اللي بتتكاثر على البندوره وبالتالي المبيدات منا هي ذاتها اللي تستعمل، مبيدات نوعين في مبيدات بتدوب بالمي ومبيدات ثانيه بالعكس ما بتدوب بالمي هي اكثر بتحب يعني الليبوفيل يعني بتحب الدهون عاده واكيد كل وحده منا تتفكك بطريقه مختلفه هلا اكيد مهم هون اذا نحن عم نطبخ الماكولات كيف عم نحافظ عليها هيدا هالاشياء اللي اليوم رح اقولها رح تخلي يمكن المشاهدين يعرفوا كيف فيهم يخففوا نسبه هالمبيدات باكلهم حتى اذا كان مثلا ما بنعرف مصدر الخضره والفواكه بعض الفواكه عندها بعض الفواكه والخضار عندها قشره من الخارج صح ولكن نحن اذا قشرنا هالسمره كمان بتوصلنا هلا كله بيتعلق بشو نوع المبيد اللي عم يستعمل مزبوط هلا اكثر ناس معرضين في ناس بيقولوا انه انا الخيار بقشره ما صح في مشكله صح اكثر ناس معرضين لمشكله هالمواد البستسايدز عاده هن المزارعين هن لانه هن بيتعرضوا لكميه هن عم بيستعملوهم وهن عم بيتعرضوا لكميه اكيد من خلال التنشؤ يعني من خلال التنشؤ من خلال اللمس حتى كمان من الهواء اللي بيتنفسوه اكثر شيء ممكن انه يتاثروا فيه هلا خلينا ناخذ كل مرحله من مراحل تحضير الاكل ونشوف شو هي الطريقه الافضل كرمال تنخفف هالبستسايدز يوصلوا بالنهايه لاكلنا مثلا خلينا نبلش اول شيء بالتخزين هون عم بحكي انا اكثر شيء عن الحبوب والبقوليات اللي عاده بنشتريهم وبنحفظهم بالخزانه بالمطبخ اللي ما بدهم براد الحمص الفول العدس البرغل القمح هول الانواع من المنتجات الغذائيه اكيد بتنحفظ لفتره طويله على حراره يعني حراره 5 درجات اوقات ماكسيموم هيدي اذا حطيناها بالبراد واعلى اكيد اذا خليناها بالخزانه عنا بالمطبخ هلا هالحراره هي ما بتغير وما بتفكك كثير حتى بعد كذا وقت بعد كذا شهر عم بحكي انا فوق 6 شهور ما بتفكك كثير المواد
المبيدات يعني بضلون موجودين مثل ما هي بضلون موجودين. هلا في اكيد نوعين من هالمبيدات اللي عم تستعمل. انا دائما بقول اذا في سوسه يمكن بالفاصوليا منيح يعني ما بيكون فيها كثير مبيدات، بس كمان هذا ما بيعني انه الحمص والفول اللي ما فيه سوس او ما صار فيه انواع من الانسكتس يعني منهم منيح. هلا كيف فينا نتخلص عنهم؟ اول شيء الغسيل. الغسيل هو من اهم الاشياء اللي ممكن انه نحن نعملها كرميل تنخفف، خاصة وقت اللي بيكونوا هالمبيدات بيروحوا بالماء. يعني دايما نحن قبل ما نطبخ الحمص والفول نحن منغسله معظم الأوقات تنشيل الرواسب. ومع هالغسيل هيدا منروح هالمادة هاي. حتى لو بس غسيل بالماء؟ حتى لو بس غسيل بالماء. هلا هون نقطة مهمة هي حرارة الماء اللي عم نغسل فيها. يعني دايما نغسل بماء منا مسقعة، ماء بالأكثر تكون فاترة لسخنة، لأنه هيدا بيأثر بعض المبيدات بيتفككوا وقت اللي أكتر. منغسل بماء سخنة. هلا نقطة تانية كمان هي إنه نحنا مننقعه أوقات بالبيكربونات، هيدا بيساعد إنه بعض أنواع من المبيدات تروح. نعم. أهم شيء إنه نكب الماء ونرجع نستهلك أكيد هالحبوب. بهالطريقة هون ما بنكون خسرنا غذاء بعد؟ عادة ما كتير، لا ما كتير بنخسر غذاء قبل ما نطبخ. هلا بنتقل هلا لحفظ المأكولات بالفريزر. عادة وقت اللي خاصة الخضرة إذا جبناها يمكن طازة، الفريزر بيحافظ على المبيدات يعني ما بيفككها. وما نفكر إنه إذا حطيناها بالثلاجة يعني خلاص خلصنا من المبيدات. تخلصنا منهم. بنتقل هلا لكيف فينا نغسل الأكل وكيف أحسن طريقة إنه نخفف قدر المستطاع كل أنواع هالمبيدات. مثل ما عم نشوف على الصورة، ما بعرف إذا بنقدر نشوفها على الصورة، كل الخضرة مثل ما كنت عم بتقولي، الخضرة اللي عندها قشرة سميكة مثل الموز مثل البردقان مثل الكليمانتين هلي أو الأناناس، قشرتهم سميكة ممكن إنه نتخلص من القشرة البرانية، ممكن بتطلع نسبة المبيدات فيهم أقل لأنه ما بتدخل على قلب الفواكه. عظيم. هلا في أنواع من المبيدات بتدخل على قلب الفواكه، مشان هيك مهم كتير إنه نفركها منيح. إذا عنا فرشاية بال عم نشوف البطاطا مثلا مزبوط، بس نفرشيها بنخفف اكيد لحديت 90% من كميه المبيدات. ولكن البطاطا اللي بتنرش نتالي ممكن انه تنسقى مع اكيد بعض انواع من التراب. اكزاكتلي. كمان شغله مهمه انه وقت اللي نغسل الخضره نحن بنغسلها يمكن بنشطفها بالماء، بنقول يمكن هيدي الطريقه السيف اكثر شيء. الغسيل الخضره اذا حطيناه بخل نقعنا يعني لكل عيار خل 3 عيارات مي، حطيناهم لفترة 3 إلى 5 دقائق بهاللكن اللي فيه مي سخنة، هيدا بخفف نسبة معظم المبيدات، ما رح أقول كلهم لأنه في منهم بيضلوا ما بيتغيروا كتير، ولكن بيلغي نسبة كتير مهمة. هيدا بأي نوع خضرة؟ كل أنواع الخضرة. خاصة الخضرة اللي ما منقدر نقشرهم، يعني مثل البندورة ما منقشرها قبل ما ناكلها. الكوسة مثلاً. مزبوط. هلأ دونك هيدي طريقة أنه نقدر نخفف قدر المستطاع، حتى إذا غسلنا بكمية صابون صغيرة كمان هيدا بخفف بساعد. من نسبة المبيدات. يعني ما نقول ما رح غسل بالصابون. هلأ أكيد الصابون البلدي هو يمكن أفضل طريقة، ولكن أكيد بهالطريقة هي منكون نحنا قدرنا نخفف نسبة المبيدات قدر المستطاع اللي بتوصلنا بمأكولاتنا. صحيح أنه الملح منه كافي لقتل الجراثيم. هلأ بدنا نفرق بين الاثنين. في فرق صح. اذا في جراثيم او اذا في مواد سامه يعني يعني بعض انواع من البكتيريا ممكن اذا كترنا كميه الملح مع المي ونقعناها بالمي وملح ممكن انه تموت. هلا مش كل انواع البكتيريا، ولكن المبيدات مش كلها بتتفكك بكميه ملح، مشان هيك الفرق منيح الغسيل بصابون منيح وننقعها تقريبا بين 3 ماكسيموم ل 5 دقائق بالخل والماء. هيدا ممكن انه يساعد لتخفيف نسبة المبيدات. هلا في انواع من الخضرة ما بتتحمل يمكن كمية نقع لفترة طويلة، مثلا الملفوف والخس والانواع الورقية الخضرة. الخضرة الورقية الخضرة عادة اهم شيء كرمال تنخفف نسبة المبيدات فيها ما ناكل الاوراق البرانية، لانه الاوراق البرانية عادة هي
بيوصل لها أكثر شيء مبيدات. نعم. يعني الملفوف مثل ما عم نشوف على الصورة سلق. أفضل نشيل الورق البرانية. البرانيات نقي الورق الصغار بالسلق مثلاً لأنه هني عادة بيكونوا مضبوبين مغطيين. التفاح هو من الفواكه اللي أكثر شيء بيتواجد عليه مبيدات وبيضل بحافظ على نوعيته. التفاحة اللي بتكون كتير ملمعة بيكون في عليها نوع من بتجذب أكيد شكل شو حلو في عليها نوع من شمع. وهالشمع بيلقط المبيدات دونك مهم كتير انه نغسلها منيح نفركها منيح دونك نعم. الفرشايه بالمطبخ ما نعطل المهم ننظفها اكيد بطريقه سليمه نفركها مزبوط كرميلتها هالواكس اللي موجود حوالي التفاحه نقدر نتخلص منه اذا كتير عتلانين هم فينا نقشر التفاحه في بعض الفواكه والخضره افضل نبتعد عنها كليا إذا هالقد إحنا بدنا ننتبه من موضوع المبيدات. أنا مني أنا بسمع إنه الفريز مزبوط في من أخطر في أنواع الفويكي. من الخضرة ومن الفواكه معرضة أكثر من غيرها يعني الدراء الفريز لا فينا نفركه ولا فينا نصوبه ولا فينا مزبوط. نقشره مزبوط في أنواع من الخضرة والفواكه فيها نسبة مبيدات وبتضل فيها هلأ أنا مني مع إنه نوقف ناكل كل شيء لأنه خايفين من هالمبيدات. نعم. وقت اللي ننوع باختيار الخضرة يعني أنا وقت اللي آكل فريز مرة بالأسبوع وقت اللي آخذ بندورة مرة بالأسبوع وقت اللي ننوع باختيار الخضرة والفواكه أنا ما بعود بعرض حالي لنفس الكمية ونفس النوعية من المبيدات لأنه كل واحد أكيد نوعه شيء. سو مهم كتير إنه ننوع باختيارنا للخضرة والفواكه. نعم. بهالطريقة هاي ما بنكون عم نعرض حالنا لكمية كتير عالية هون يمكن أفضل نتجه للزراعة العضوية يعني أو ناكل خضرة فواكه موسمية الأولاد عادة هن حساسين أكثر شيء لهالمواد هاي لأنه جسمهم بعد ما عنده هالميكانيزم إنه يقدر يتخلص من هالمبيدات وكمان الأولاد الصغار سو الأولاد الصغار لحديث عمر المراهقة أفضل قدر المستطاع نحاول نشوف إذا فينا ناخد خضرة وفواكه عضوية أورجانيك لأنه أكيد مبدئيا لازم تكون الأورجانيك أصح فيها نسبة مبيدات أقل وبالتالي تعرضنا لكمية رواسب أقل بأكلنا نعم. هلأ وقت اللي نعصر البردقان هلأ حكينا أنه إذا قشرنا البردقان هذا منيح عصر الفواكه عصير الفواكه عادة إذا نعصر بدون القشرة يعني أنا عم بحكي عن البردقان مثلا فيه نسبة مبيدات أقل من إذا أكلنا أكيد الفواكه بحد ذاتها صح. لأنه منكون نحن عم ناخد قلب الفواكه هلأ في بعض أنواع من المبيدات بداية مثل ما كنت عم بقول قبل ممكن انه تدخل على الفواكه مشان هيك عادة البردقان هو من الاشياء اذا شربنا العصير خاصة اذا كان عصير باستوريزي يعني مبستر الحرارة بتقتل او بتفكك هالانواع من المبيدات وبالتالي اكيد بنخسر من هالمبيدات يعني العصير فينا نقول هون انه العصير الجاهز اصح من العصير الطازة فيه فوائد اكيد ما ننسى انه بالعصير الجاهز اذا كان مبستر عم تعلى حرارته وبالتالي إذا كان في بعد نسبة مبيدات أكيد الكمية عم بس يمكن فوائده أقل فوائده منا أقل لأنه معظمهم بيضيفوا فيتامين سي نحن ناخده للفيتامين سي الكمية السكر هي تقريبا نفس الشيء نفس الشيء يعني. هو السكر المضاف اللي مشكلة به الأنواع من الفواكه ولكن في منهم خليل من السكر صح كمان. في منهم خليل من السكر أهم شيء أنه ناخد فواكه مصنوعة من عصير فواكه ما تكون مصنوعة من نكتار أو غير شيء لأنه بتكون نسبة الفواكه أكثر فيها إذا كانت كونسنتري نعم. وقت اللي نفرم الأكل نحن مثلاً عم نعمل بقدونس عم نفرم خضرة كمية المبيدات بتكون موجودة وقت اللي نفرمها في إنزيمز بيطلعوا من الخضرة ممكن أنه تساعد لتفكك هالأنواع من المبيدات وقت اللي نطحن الأكل كمان وقت اللي نسخن ونطحن الأكل بنخفف كمان من نسبة المبيدات يعني هيدولي يعني في طرق عديدة نتالي أنه نحن نتعدى على هال صح يعني دايماً لازم نلاقي طريقة أنه نقدر بالنهاية نتعدى عن هالمشاكل ما نقول أنا بدي وقف أكل خضرة كلياً لأنه خاف من المبيدات لا فيني انا ضل انتبه على كميه مبيدات بدنا جسمنا كمان منه مجهز انه كمان يدافع عن هالسموم او ما كثير من عنده في لا لحد معين في يعني في ليميت اكيد نعم. ولازم ننتبه اكيد على الاشياء اللي بناكلها ثانك يو ناتالي رح ننتقل للسينما بعد هالوقفه